معاكم لفقره السوشيال ميديا، ونبتديها مع لعيبه منتخب مصر اللي نشروا صورهم من معسكر منتخبنا الوطني الاول الموجود دلوقتي في برج العرب. محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي حرص ان هو ينشر صوره لي على تويتر من تدريب المنتخب. كمان عمرو طارق لاعب اورلاندو السري نشر صوره لي على تويتر من تدريب المنتخب وكتب الفراعنه. كمان احتفل احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومصر المقصه الحالي بعيد ميلاد ابنه نشر صوره ليهم على تويتر وعلى انستغرام هو وابنه وكتب له كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكه دايما في عينيك. كمان عالميا بقى نشر واين روني صوره من الانستغرام او على الانستغرام مع النجم جو كول واللي اعلن اعتزاله مؤخرا وكتب اهنيك على مشوارك الرائع استمتع بتقاعدك يا صديقي. كمان صفحه نادي تشيلسي على الانستغرام نشرت فيديو لنجم الفريق السابق جو كول وكتبت لن ننسى تلك اللحظه ابدا استمتع بالاعتزال. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني. Well, Chelsea over the years have been good, especially away to Man United. You always seem to have a good... Oh, his goal. He's beaten two players. And Joe Cole has won the title for Chelsea. Brilliant finish from arguably their player of the season. United at fault initially, but after that it was all... كمان هيريرا لاعب مانشستر يونايتد نشر صورة لي على تويتر وكتب ليس هناك وقت للحزن نتطلع بالفعل لما هو قادم. برضه نشر داني أولبوك لاعب أرسنال صورة لي على تويتر واللي تعرض لإصابة قوية في مباراة أرسنال مع سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي وكتب شكرا على كل الحب والدعم لا شك سأعود أقوى من أي وقت مضى مرحلة الاستشفاء والتعافي تبدأ الآن. كمان نشرت صفحة بورتريتري على انستغرام فيديو تحت عنوان ماذا ستطلق على طريقة تنفيذ ركلة الجزاء هذه. تعالوا نشوف مع بعض ركلة الجزاء دي ونرجع تاني. Martinez to take it and he makes it after 50 in the regular season, the first in the postseason for Jose Martinez. No doubt about it, 100% appealing. The jump step a little interesting for me because it overcommits yourself to going one way but Sean Johnson going the other way and what a huge goal to take away. كمان علق النجم الانجليزي مايكل اوون على قرار استمرار سولاري مدرب لريال مدريد وكتب على تويتر سمع خبر تولي سانتي سولاري تدريب ريال مدريد بشكل دائم شيء عظيم رجل نبيل ساعدني على الاستقرار عندما انتقلت لمدريد أتمنى له الخير. كمان نشر تيو هرنانديز لاعب ريال مدريد الأسباني صورة مع زميله ناتشو فرنانديز واللي تعرض لإصابة مؤخرا وكتب سوف تعود أقوى الكثير من القوة ناتشو. كمان نشر روجي فيدرر نجم التنس صورة على صفحة الانستغرام الخاصة به مع توني كروس لاعب ريال مدريد الاسباني وكتب شكرا لقدومك لملاعب التنس من الرائع ان اراك دائما. برضو نشر تير شتايجن لاعب او حارس مرمى برشلونة صورة لي على تويتر وكتب كل شيء يمر. كمان الصفحة الرسمية لنادي اي سي ميلان على تويتر نشرت صورة للاوتوبيس الخاص في الفريق وكتبت عليه جايزة أفضل أوتوبيس في إيطاليا تذهب لاي سي ميلان شكرا على تصويتكم لأوتوبيس فريقنا. كمان نشر داني ألفيتش لاعب باريس سان جيرمان صورة لي على الانستغرام من التدريبات وكتب ما سيفاجئ الكثيرون سيكون فقط نتيجة لأولئك الذين لم يتوقفوا عن القتال. كمان كتب النجم الفرنسي أوليفييه جيرو على صفحته على تويتر بيسعدني جدا أن أعلن أنني سأقدم صوتي في فيلم سبايدر مان وسبايدر مان نيو جينيريشن في ديسمبر في السينما. كمان نشر الكرواتي ماريو ماندركيتش صورة على تويتر من تكريم رئيس كرواتيا أو رئيسة كرواتيا كولاندا للمنتخب الكرواتي بعد ما قدموا طبعا أداء رائع جدا ومميز في كأس العالم وحصلوا على المركز الثاني وكتب ماندركيتش يشرفني الحصول على جائزة الدولة وأشكر رئيسة كرواتيا على هذا القرار الاستثنائي فخور بأن أكون جزء من هذا الفريق الرائع. كمان البلجيكي مروان فلايني لاعب مانشستر يونايتد اخذ خطوه جريئه جدا وفاجئ الكل وحلق شعره الطويل طبعا اللي كان بيتميز بيه من بدايه مسيرته في كره القدم لحد دلوقتي ونشر صورته وكتب سنه جديده لوك جديد ومش بس كده دي الحسابات كلها على تويتر من متابعيه ومحبيه عملوا ريتويت طبعا للصوره دي
وكتبوا ان هو خبر حلو جدا وعاجل ومفاجاه غير متوقعه من مروان فليني، وخلال اقل من نص ساعه اتصدر الخبر ده ترند في تويتر.